انا ابدا. ما التحويله سوي هيك هسه راح يرحن استاذي. استاذ مرة طبعا اليوم متابعينا احنا وصلنا على نهاية فصل الطيران بالنسبة للتور، وكانت الأجواء مثل ما شفتوا أجواء غيم، يعني سبحان الله هسه طلعت شمس. هذه تور أو تار أبو نشوة. أبو نشوة السلام عليكم. عليكم السلام عيون السلام. شلونك؟ صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك، رحمة الله على والديك. إحنا اليوم مع شديد الأسف وصلنا على نهاية الفصل، فصل الطيران بالنسبة لطيورك. أستاذي ما أدري بيك تجي. ويعني أنا من صورت الجو كله غيم. إي صحيح. يمكن لاحظت أنت حتى الجو ما مرتاح عندنا إحنا. إي. أبو نشوة سألنا بعض متابعينا يقول شلون تخلي الطير ما يحط؟ يعني طيرانه أكثر. استاذ بالاكل اللي توكله دخن يخف الطير. هاي بالنسبه لطبيعه جسم الطير. اي عمود ما يصير بيه لحم. زين. قسم هو مو طبيعه الطيران، لو تحط روحك بروحه مو هذا الما يطير، هو لو تخففه له هاي هم يخف، بس شنو هو اصلا ما يطير، يعني اكو بهن مال زينه. نعم. زينة انت خمات وكله مثلا دخن يريد يخف، هو مال زينة، هو نوعيته مال زينة. هذا نوعيته. اي هسه مثل ذني، مثل ذني استاذ يصور. اي تار غير زين. بعد ابو نشوى العوامل اللي تخلي الطير يطير استاذ؟ التدريب. تدريب يعني هو مو مثلا هو تار ومخلي نايم ياكل وينام. ياكل وينام بعد وين يلقى الطيران؟ هم ما يطير بعد. صحيح. اي بروفا شلون نقول الطيره. طيره تدريب. اي يوميه الطيره الصبح مثلا بدايه. نعم. شويه شويه. اي خاصه اذا افراخ. نعم. يعني بس تدشيره وفره فرتين ثلاثه، هو من يقوم يطير ما يطير فره فرتين ثلاثه، يعلق. نعم. اي هو نوعيه وظل تحود بيها مثلا يوميه الصبح أو على مجالك. تنطي فصل طيران. أها. تدريب يصير له. إيه الما عنده مجال على مجاله. نعم. بس المهم ما تخلي الحيوان نايم. زين بعد أبو نشوة من العوامل اللي تأثر أيضا على طيران الطير. والله أستاذ الاهتمام بالطير، يعني أهم شيء صحة الطير. صحة الطير. صحة الطير يعني الطير نظيف لازم. يعني هم واحدة من العوامل المؤثرة على طيران الطير. إيه ولازم تتابعه. يعني ما تخلي يصير بيه خلل او مرض او شيء. يعني هسه قسم من متابعينا يقول الطير انا طايره منه يحط منه. استاذ لو ثقيل. ايه. لو شاكي من مرض يعني. لو مريض. ايه. لو ثقيل من ناحيه العلف. ايه لازم يخفف العلف. ايه بس ايه؟ تخن يعني لازم تنطي. هذا راح يصير بس مو يخففه فدنه. هو مثلا لو ما ليه هسه يخف خليه ينطي مخبوط، بس بالاصل هو يخففه لان الطير هو اصلا لام لحمه. نعم نعم. ايه. اي ممنون جدا، شكرا جزيلا، وتحياتنا وتحيات متابعينا لك ابو نشوة. الله يسلمك. الله يحفظك. بس انت هالايام مقل علينا، لا يعني موجود انا استاذ بس والمت هالفتره انا مشغول شويه. صحيح. زين واريدك ترد على تعليقات متابعينا ان شاء الله. التعليقات اللي تشوفها انت اريدك انت تتولى الرد عليها ان شاء الله. ممنونين أبو نشوة، الله يحفظك.